اكتمال رفعت الراية البيضاء لحظات قليلة، فتحت البوابات على بركة الله لاندفاع جيادي وافراس الانتاج عمر الاربع وخمس سنوات متنافسة في هذا الشوط، والتي حققت انتصارا وانتصارين في سجلها السباقي متنافسة على جائزة حزام من خزام العجرين الدوسري يرحمه الله، بانت تظهر وتبين في هذا الشوط في قيادة لهذا الشوط في المركز الأول، وأيضا أتابع من بهاج في المركز الثاني، وكذلك حضور من بقية الأسماء تورنيدو على ما يبدو في المركز الثالث من المسار الداخلي، وأشاهد أيضا احتواني في المركز الرابع من الخارج، وفي المنتصف يأتي أيضا ذراع الذيب ليتقدم للمركز الرابع في هذه المنافسة التي يتقدم من خلالها بهاج ليقود هذا الشوط، وبانت تتراجع للمركز الثاني في حضور ثلاثي على المركز الثالث ما بين دمسيس، وأيضا الحضور من تورنيدو وأيضا من احتواني. الأربعمائة متر الأخيرة متابعينا، بانت ابنة الحراك تتقدم من المسار الخارجي، وبهاج من الداخل في حضور لدمسيس ابن بوسراس فالنتاين يتقدم الآن للمركز الأول، يظهر دمسيس للمركز الأول، وأيضا الحضور من بانت على المركز الثاني، دمسيس يواصل مع الحضور من الأخطب للمركز الثاني، دمسيس ينهي هذه